السلام عليكم الاخوان الاخوات. لا انا ما ناضيش، انا حقود، حقود وحسود. والاخوان اللي كيطاقيوني وتصيفطوا ليا تيقول لي هضرتك كاينه، حقود وحسود، انا ما ناضي ما التوزع. خويا نزار، كتبتي لنا السيت ديالك ودرتيه انت في درتيه في شي شركه سميتها ستاب. خويا الا جيت نكتب هاد اللي اللي عطيتيني فيه ابو اوتينازار web.00webhoststop.com، هذيك 8 دقائق اللي بقات غادي نساليوها. خويا راه السيت عندك، راه اللهم بارك شارع محمد الخامس هذاك. اسمح لي اخويا، ما عنديش الوقت باش نكتب، عرفتي شحال عندك تما؟ هذا راه مونت باس لي ويفي وما يتبيراطا. الا درتي مونت باس لي ويفي والله ما يتبيراطا، نقولها لك منين خويا. مين فاش تقدر تنفعني بايثون في عمري 15 سنه؟ بزاف د الحوايج. انا نعطيك مثال، دابا حاليا الناس كيطلبوا دي روبو مثلا، نعطيك مثال تقدر تخدم به فريلانس. دابا انا نعطيك مثال، دابا مثلا بحال الناس ديال الاي بي تي في كيبغيو ديك اللعبه ديال مثلا ملي طيح شي اوردر اوتوماتيكمون تكريا الكونت وتصيفط ليه ايميل، هذه كدار بالبايثون، فهمتي؟ يعني كاين عطا الله ما ديروا مطلوبه بحال هذه مطلوبه، اللي يخدم هذه اللعبه تيدير الاشهار هذا اوفر السيرفيس. هل تنصح بالسولف هوستين؟ لا ما كنصحش بالسولف هوستين لمجموعه من الاسباب. السبب الاول ان الكهرباء، فاتوره الكهرباء غتجيك غاليه، لان ملي غتخدم مثلا واحد البي سي غتحولو لسيرفر، فبطبيعه الحال هو غادي يستهلك واحد الموارد. ثانيا هذاك البي سي اللي انت غادي تحولو لان سيرفر معروف عليه انه في البروسيسور ديالو تيكون ملتي تاسكين، لانه غيدخلوا عندك بزاف ديال الزوار. البي سي ما كيكونش ملتي تاسكين، ما تيكونش ان سي بي يو نورمال اللي تيكون في لي بي سي ما تيكونش ملتي تاسكين، هذا مشكل. ثاني حاجه هو انه ان سيرفور تيخدم 24 ساعه على 24 ساعه، يعني خصك توفر ليه واحد البيئه فاش يشتغل. الوغ هذيك البيئه فاش غيشتغل خص تبريد، خص بزاف ديال الحويجات، هذه ثاني مشكله. اما طبيعه الحال الا كنتي غادي دير واحد السولف هوستين غير ليك انت ولا العائله، اولا بغيتي دير واحد الناس سيرفر مثلا غير باش تحط لي دوني ديالك وتكونيكتا ليهم اديسون، هادشي ماشي مشكل. ولكن باش تقول لي انا غندير سيت وغادي سيت لي تريفرنس، هذا ما يمكنش. ثانيا انه هذاك السيرفر اللي غدير انت بعض المرات غيمشي الضو، يعني غيطيح السيرفر، غيكونوا بزاف ديال المشاكل اللي ما غاديش يكون. يعني الا جيتي تحسب كاع هاد الفريع هذا مقابل واحد الثمن غادي تدفعو مقابل الاستضافه ديالك، غتلقى راسك خاسر في هاد السولف هوستين. اللي بغى يبدا وحاصل في الويب في الويب سايت، اللي بغى يبدا وحاصل في الويب سايت مرحبا. عزيز خويا امين عافاك، بغيت نسولك، راه بداو الاخوان كنشوفوهم كيبيعوا لي طومبليت ديال الووردبريس، هذه حاجه زوينه شفتها. بدينا تنشوفوا شويه التنوع في لي طومبليت، ولينا كنشوفوا شويه ديال الابداع في لي طومبليت، هذه حاجه مزيانه، خصوصا ان راه كما كنقولوا الطومبليت هي اللي كتبيع، خص الطومبليت تكون مزيانه باش تبيع. فهاد المساله راه مزيانه بزاف. المهم راه واحد الاخ هنا راه اللي بغى يشري من عندي شوف. ايوا اخي امين، البارح دوزتي كاع المواقع وديالي لا، وشنو هو السبب اخويا دون؟ ما عرفتيش السبب؟ السبب اخويا هي انا رزقي اللي كانت تاك ما بغيتيش تعطيه ليا، داكشي علاش دوزت كلشي وما دوزتش ديالك. وداك النهار صاحبي يجي هذا فهمتي، ما مرشيتينا لا ب 20 درهم لا ب 100 درهم. اخويا انت فين ما جيتي تحط لينا السيت وتزيد، رشنا مره باش حنا نخدموا معاك، راه عرفنا. لا بغيت نمسح شي تصويره من الوجود في مره، حيت كاينه في بزاف التليفونات. لا ما يمكنش لك اخويا، هذا هو الواقع اللي خاصنا كاملين نامنوا به. انا بغيت نحيد واحد التصويره ديالي كاينه في التليفونات، ما يمكنش اخويا، ما عندك حتى شي ضمانه هذيك التصويره. تقدر تحيدها في الاونلاين، يعني في جوجل حيد. انا نهضر لك انا دابا على السيرفيس مثلا عندنا حنايا، حنا نحيدوها لك من جوجل. عندنا كيفاش نحيدوها لك من لي سيت، ما عندناش مشكل. ولكن انا ما نضمن لكش اخويا ما نحيدها لك التليفون، ما نضمنهاش لك نحيدها لك من البيسي، حيت ما يمكنش تو سامبلومون ما يمكنش. اونلاين ممكن، ولكن في البيسي داكشي علاش تنقول لكم الاخوان، بنادم يحضي شنو كيقول، يحضي شنو كينشر، يحضي شنو كيدير، لانه هذاك الشيء اخويا راه انا نحيدو لك اونلاين، ولكن شي واحد حطو في تليفونه حطو، راه ما عادش كندير لك، حيت الحل الوحيد غتقول ليه هو بيراطي. وكاين الناس يقول لك عفاك بيراطي لينا، حنا راه ما تنبيراطيوش الاخوان،
لان هذاك تيتسمى اختراق المعطيات الشخصيه وحتودونا في داهيه. اه يجينا شي امر من وكيل جلاله الملك ولا هذا مرحبا على راس العين، ولكن تقول لي عفاك حيدها من تليفونه راه ما كاينش هاد الهضره ديال تليفونه، ونعطيك كاع واحد الضمانه كاع تحيدها ليه من تليفونه. شنو هي الضمانه اللي ما عندكش انه حطها في USB، انه حطها في ديسك دور؟ فلهذا المساله ايه تصورتي تحيدو اونلاين مي ما كيتحيدوش اخويا، ما زعما ما عندكش ضمانه انها ما كايناش في PC ولا نشوفوا EPTV بوم سير اخويا EPTV بوم. قلنا لكم الاخوان اختاروا كيورد تقلبوا عليهم الناس في ديك البلاد وهما اللي تسميو بهم النونطومي. قلنا هاد الهضره مرارا وتكرارا، والاكثريه فيكم لا يعير هذا الكلام اهتماما. كل واحد اش كيسمي السيت ديالو، كل واحد كيبغي يسميه، ونبقاوش حنا كل مره نعاودوا لكم نفس الهضره، وعني تنعاودوا نفس الهضره. دابا انت اخويا كاتب EPTV بوم، واش هاد الكيورد تيقلبوا بها في ديك البلاد اللي لقيتي؟ لا اعتقد EPTV بوم حتى واحد ما تيقلب عليها. يعني انت مضيع واحد البوتنشال ترافيك غير هكاك. واحد المعلومه ان فيسبوك انطلاقا من الهاتف ولا كتشوف حتى تل 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 الويفيات اللي قراب لك. هذه معلومه جديده، وهادشي ماشي معلومه، هادشي شتو بعينيا، هادشي شتو بعينيا. فيسبوك تقدر تشوف حتى الويفيات اللي حداك، ويفيات الجيران كتعرفهم اللي حداك، تتعرف BTS اللي انت قريب ليه واللي بعيد ليه، دوك اللي كيفرق. هادشي كتشوفو في فيسبوك، هادشي شتو بعيني، ماشي قريتها اختي، شتو بعيني. خويا من يلا دخلت اللايف كيفاش نقراو الادس من بلاصتو؟ اه اخويا الا بغيتي تقرا غادي تمشي لجوجل. شوف شوف انا تنعطيكم النصيحه اللي كنعطي الناس اللي تيبغيو يديروا الادورد، تنقول هاد النصيحه تنقولها لهم هنا في البيرو، تنقولها لكم هنا في اللايف. سير اخويا قرا على الجوجل ادورد سكيل شوب ماشي يوتيوب، سكيل شوب. الا ما قريتيهش في سكيل شوب غتبقى تالف. شي اي واحد تيقرا الاد في يوتيوب وتيقول لك اودي هذا تيقول هضره وهذا اه هذاك هو السبب، داك الشيء علاش ما خصكش تقرا في يوتيوب، حيت غتلقى هذا تيقول هضره وهذا تيقول هضره وهذا كيدوي لك على حاجه اخرى، تلقى راسك حتى فيه تضيع ليا الوقت. سير السكيل شوب، وسكيل شوب سكيل شوب، سير السكيل شوب. سير السكيل شوب اخويا وقرا، حيت انت محتاج تقرا الادوات، ما محتاج تقرا الاستراتيجيات. الاستراتيجيات اخويا كيتختلفوا من بلاد لبلاد، من اودينس لاودينس. فلهذا انت تيخصك تمشي تقرا الادوات، داكشي علاش خصك تمشي تقرا تما. الا كتقرا الادس في يوتيوب وتتحس براسك تالف، سير قرا سكيل شوب ولا قرا في ميتا بلو برينت بالنسبه للفيسبوك. ويا من واحد الصفحه داو هذه دوك نصابه، واش يمكن نرجعها الله يرحم الوالدين نشوف ليا شي حل. واحد الصفحه درتها غير هكا خويا، باش ترجع لاباج ديالك خاصك تكونتاكتي سيبور. باش نكون معاك واضح، باش تكونتاكتي سيبور اخويا تتلعب انت في 50% يرجع لك، 50% ما يرجعش لك. سينو اخويا الا كانت لاباج تدخل منها فلوس وهذا ممكن تكونتاكتينا ونرجعوها لك. للاشاره استرجاع صفحات على الفيسبوك ليس بشكل مجاني، والثمن راه شويه مرتفع. كيفاش بسيت تبدا فيه مجال ديال نتا رياضي وبغيتي سيت تخدم فيه؟ واتي ممكن تشوف شي انا تيبان لي نتا رياضي، حاول انك دير شي موقع ديالك، بورتفوليو ديالك ياك، حاول انك دير فيديوهات اشهار راسك انك في ترينين، انك تقري الناس ولا هادشي ديال الرياضه ديالكم. هادشي هذا الشيء انا ما تنفهمش فيه، ما هذه هي الحل. اما شي سيت تخدم فيه نتا رياضي وتخدم فيه، غاش غادي شي ابليكاسيون تبدا تجري تعطيك الدولار حتى تجري. ايوا الاخوان تبارك الله عليكم، نشوفكم ان شاء الله في لايف قديم باذن الله. وصلت الوقيته باش نساليو، دمتم في امان الله وعلى رقابه.